يقدرها باحث مصري بأكثر من 20 مليون كلب، بينما ترى تقديرات أخرى أن عددها يقترب من 15 مليون. في النهاية يظل تعداد الكلاب الضالة في مصر رقما ضخما قد يفوق عدد الماشية وغيرها من الحيوانات. ملايين الكلاب الضالة في مصر تختلف النظرة إليها بين من يراها خطرا على المجتمع وعلى أمنه، وآخرون يرون أن واجب المجتمع رعاية هذه الحيوانات التي لا حول لها ولا قوة. في النهاية هي ظاهرة لافتة للأنظار تحتاج نقاش مجتمعي حول سبل التعامل معها وكيفية تحقيق التوازن بين الرفق بهذه الكلاب وفي الوقت ذاته تجنيب المجتمع الأخطار المتعلقة بوجودها. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. هي حيوانات أليفة عموما، تجدها كيفما نظرت في شوارع القاهرة، لكنها قد تصيب الإنسان بأضرار في بعض الأحيان. يوم اللي رحت فيه كنت أنا حالة رقم 9 من نفس الكلب. انتشار الكلاب الضالة في القاهرة وضواحيها لم يعد أمرا عابرا بالنسبة للمصريين. أنا بكلمك في سنة واحدة بس نتيجة السعار مات 60 حالة أو 70 حالة. إذن لا ده أنت قدام كارثة لازم تتحرك ليه. اللي بيدعوا بقى يقول لك في بعض الناس بتدعي اللي هم الغير مختصين يطلعوا في الإذاعات وفي الميديا ويتكلموا، عايزين يتكلموا بس يقول لك أصل هو الكلب ما بينقلش غير هو مرض واحد بس هو ده. إحنا بنموت الكلب بينقل العديد من الأمراض. ومع اتساع مشكلة الكلاب الضالة إلى مسألة جدلية، ثمة من بادر إلى الحد من أضرار هذه الظاهرة محاولا معالجتها بالطريقة الصحيحة. احنا ناس بنلم كلاب من الشارع مصابة وبنجيبها وطالع عينينا فيها وبنبهدل وكلاب وبننزل الشوارع وعندنا ناس ومرتبات والكلام ده، يعني وعرضنا عليكم حلول مجانا، احنا عرضنا ان احنا نعمل حاجات مجانا وانتم ما ردتوش. تغيب البيانات الرسمية في مصر عن أعداد الكلاب الضالة، لكن المعلن والثابت أن السلطات وجدت في قتل هذه الحيوانات الأليفة بشكل جماعي الحل الأنسب والأقل كلفة بحسب المدافعين عن حقوق الحيوان. معنا من بيروت أحمد عبدين وهو صحفي مصري للحديث أكثر عن هذا الموضوع. طبعا أيضا تنضم إلينا نادية. يبدو أن نكتفي أحمد مع أحمد الآن. ومعنا من القاهرة أيضا أحمد الشربجي ناشط في مجال الرفق بالحيوان عبر الهاتف. أحمد أبدأ معك، أهلا بك. يعني موضوع تكاثر الكلاب ووجودها بهذه الكثرة، وخاصة عندما نتحدث عن دراسة تقول بعشرين مليون وبعد 10 سنوات قد تتعدى العدد ويتعدى إلى 40 مليون، حجم هذه المشكلة، هل فعلا هذه أزمة تهدد المواطنين في مصر؟ ايوه فندم، انا بشكركم جدا على طرح الموضوع ده، انا سعيد ان انا معاكم. يعني اولا حضرتك، هو مفيش احصاءات واضحه بالنسبه لعدد الحيوانات في مصر، العدد الكلاب الضاله مفيش احصائيه او حد يقدر يقول ان هم 10 مليون ولا مليون ولا 500 الف. ده اولا. الموضوع الثاني هي مرض السعار وجوده في مصر مش المرض مش متوطن عندنا في مصر، احنا مش بلد منكوبه بالسعار. هو في سعار اكيد في كل دوله في العالم، بس احنا مش دوله منكوبه بالسعار، بتحصل حالات فرديه بس المفروض الحالات دي تتوثق وتنزل في جريده رسميه او جريده علميه حتى ان احنا نرجع لها نقول احنا السنه دي عالجنا كام حاله بس بالاسماء والحالات وانها وردت للمستشفى كذا، ده ما بيحصلش عندنا. طيب فالموضوع اتفضل يا فندم احمد. يعني موضوع هناك شكاوى عديده، منها ما يقارب حوالي كما تم ذكره ليس في مصر وحدها وانما في عدد من الدول العربيه. يتم الحديث عن مصر حوالي 400 الف شكوى من خلال هذه العقر وموضوع عض الكلاب وغيرها من الحوادث. يعني انا ما اريد تسليط الضوء عليه، هذه الظاهره، هذه المشكله التي تعاني منها مصر وتعاني منها الدول العربيه. لا أتكلم فقط عن موضوع اللقاح وموضوع عضة الكلب وما يحمله معه من أمراض وإن كانت السعار وغيره. أنا يعني هنا تركيزي على هذه المشكلة، هل هي فعلا مشكلة في مصر وسبل الحل سنتحدث عنها؟ والله يا فندم هي مشكلة، بس هي مشكلة سلوك مواطنين هو اللي بيولد المشكلة اللي حاصلة دي. يعني سلوك المواطنين هم بيرموا زبالة تحت بيوتهم، ده اللي بيخلي الكلاب بيجتذب الكلاب الضاله ان هي تيجي تحت بيوتنا لما احنا نرمي زباله تحت البيت.
ده اول حاجه. ثانيا اسلوب العنف مع الكلاب، العيال الصغيره والولاد في المدارس ما لقوش حد يعلمهم، والناس ما لقوش حد يعلمهم برساله الرحمه، وفي تقصير في الهيئه التعليميه في مصر من ناحيه موضوع ان احنا نوعيهم بالرحمه بالحيوانات وانهم مخلوقات زينا. فطبيعي ان الطفل يضرب كلب، طبيعي ان الكلب يعضه، يعني ده مخلوق من غير عقل يعني. وزي ما قلت لحضرتك موضوع القمامه، القمامه اللي منتشره في شوارع مصر لو اتشالت من الشوارع او الناس يبقى في الموضوع ده تعامل بشكل ادمي بتاع القمامه، الموضوع الكلاب الضاله هتقل جدا في وسط البلد يعني في العمار. طيب يعني هناك عدة طروح موجودة وتم اقتراحها في هذا الصدد. عبر الهاتف من القاهرة أحمد شور باجي، ناشط في مجال الرفق بالحيوان، شكرا جزيلا لك. طبعا نذهب إلى أحمد عابدين، أهلا بك معنا من بيروت. أحمد، اليوم الموضوع مختلف، يعني نتحدث عن هذه الأعداد الكبيرة، ولو أن هناك لا توجد إحصائيات رسمية عن الرقم، لكن يتم الحديث عن 20 مليون 15 مليون، لكن يعني نتحدث عن ملايين، وخاصة بأن هذه الأعداد في ازدياد. هل هناك أسباب لازدياد أعداد هذه الكلاب الضالة، وما خطورة انتشارها في مصر بالذات؟ مساء الخير أستاذ. مساء النور. هو الموضوع إشكالي جدا طبعا، زي ما سمعنا رأي الأستاذ أحمد الشرباجي الناشط، ولكن خلينا نبص على الظاهرة بشكل أعمق من خلال الأرقام اللي منشورة. بعض الدراسات اللي بتشير إن عدد الكلاب اللي موجودة في مصر ما بين 15 ل 22 مليون كلب ضال، الأعداد مرشحة للزيادة خلال العشر سنين الجايين ل 44 مليون كلب. ممكن دي التقديرات يكون في محل شك أو ما هياش يقينية، ولكن احنا عندنا الحالات المسجلة بالنسبة للعقر 430 ألف حالة خلال سنة 2017، عندنا 1,392,000 ألف حالة خلال الأربع سنين اللي فاتوا. دي الأرقام اللي قدامنا اللي تم تسجيلها من خلال الوحدات البيطرية. عندنا 230 حالة وفاة خلال السنوات الماضية نتيجة عقر كلاب الشوارع للأشخاص. أحمد، هل هذه الأرقام مؤسعة؟ دي قدامنا مشكلة كبيرة وظاهرة. نعم، هل هذه الأرقام مفزعة، وخاصة عندما نتحدث عن وفيات أيضا؟ أكيد 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 الأرقام مفزعة. في نفس الوقت يعني أنا بقول لحضرتك الموضوع إشكالي جدا. أولا الحيوانات دي تستحق الرأفة وتستحق الرحمة وكل شيء، وفي نفس الوقت البشر اللي بيعانوا من الأذى المفروض أن يتم حمايتهم. فهذه الإشكالية هي يعني في الآخر دور الدولة أن هي اللي بتنظم ده، أن هي بتحاول تعالج الكلاب دي، تلاقي لها وسيلة حماية علشان خاطر يعني الحالات دي. خليني أقول لحضرتك أن برضو في مقابلها بيحصل انتهاكات بشعة، زي حادثة حصلت في 6 أكتوبر من عدة شهور أن في كلب عض أكتر من شخص، فمجموعة أهالي تجمعوا وحرقوا 10 كلاب أحياء، ودي كانت يعني حادثة بشعة ومؤلمة يعني. وفي نفس الوقت في بعض الناس كانت بتطرح حلول بصراحة، لكن أحمد يعني قبل أن نذهب إلى موضوع الحلول، يعني عملية تحقيق التوازن كما يعني يتم الحديث عنها بين موضوع الرفق بالكلاب والحيوانات، وفي الوقت ذاته يعني تجنيب المواطنين والمجتمع من هذه الأخطار، وهل يعني اليوم هناك حديث وهناك جدل كبير كما تحدثنا حتى في مصر، لكن هل موضوع بأنه يعني يتوجب على المواطنين أن يتعاملوا مع هذه الكلاب بشكل يومي وهي منتشرة بشكل كبير، يعني كيف يمكن تحقيق هذا التوازن، وكيف يمكن تجنيب هؤلاء المواطنين عدم يعني التعرض للحوادث والتعامل مع هذا الموضوع؟ يعني في أكتر من طريقة، في أن يتم معاملة الكلاب دي معاملة أدمية، زي مثلا حقنهم، تطعمهم يعني ضد بعض الأمراض أو كثير من الأمراض. في بعض الحلول بتتكلم على بعض الأمصال لعمل عقم صناعي ليهم بحيث يقلل بعض من أعدادهم. في بعض دور الرعاية اللي بتحصل، ولكن كل ده صدقني يعني مجرد شعارات، حلول ما مش لاقيها واقعية. شو الحلول أحمد؟ شو الحلول الواقعية برأيك؟ المفروض أنها تبقى في إيد الدولة.
يعني الحلول الواقعية برأيي أنها تبقى من تجاه الدولة، من تجاه اللجان البيطرية التابعة للحكومة، أن يتم تعقيم الكلاب ديت ضد الأمراض، أن يبقى في طول الوقت في كشف دوري. مع هيئة الخدمات البيطرية قلت لك احنا لا نستطيع التعامل بمفردنا في هذا الموضوع. يا أحمد الموضوع أعقد من هيك، تم الحديث أيضا عن تصدير هذه الكلاب إلى الدول التي تأكل الكلاب، يعني موضوع كما ذكرت في البداية موضوع جدلي. هل ممكن هناك حلول يعني بالضبط ممكن أن تفي بالغرض أم لا ولو بشكل سريع؟ ما هو للأسف إن الحلول هتبقى طول الوقت محل جدال. يعني إذا أنت بتتكلم على محاولة أنت تعمل لهم عقم، ده هتلاقي فيه انتقادات عليه، محاولة تنظيفهم وتطعيمهم ضد الأمراض، هتلاقي الدولة بتشتكي إن ما فيش فلوس لدوت، وفي نفس الوقت المجتمع ما هواش يقدر يعمل ده لوحده. فهو الموضوع جدلي صراحة، وهو يعني بيتطلب تضافر الجهود ما بين المجتمع والدولة وجمعيات الرأفة بالحيوان والرفق بالحيوان. نعم. هو محتاج يعني ايه نقاش اكتر اجتماعيا في المجتمع. وتكمن المشكلة احمد ايضا بانه هذه الاعداد في ازدياد هنا يمكن مربط الفرس. احمد عبدين صحفي مصري كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك احمد. نذهب مشاهدينا الى رانيا الدريدي ومعلومات واحصائيات عن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في العالم العربي تحديدا. الكلاب الضالة أو السائبة ظاهرة مقلقة في عدد من دول العالم الثالث ومنها دول عربية، ظاهرة لم تأخذ حظها من التغطية والاهتمام رغم حوادث الاعتداء المتكررة التي تخلف مئات الآلاف من الضحايا سنويا. ثمة تقديرات بوجود نحو مليار كلب حول العالم، وهذه الرقم يشمل الكلاب الضالة والسائبة وأيضا المعتمدة تماما على الإنسان. ولا يوجد رقم محدد للكلاب الضالة، لكن الناشطين البيئيين يقولون أن العدد يشهد زيادة مقلقة. أسلط الضوء هنا على بعض الدول العربية ممن توفرت حولها معلومات وإحصائيات حول هذه الظاهرة. أبدأ بمصر والتي لا يخلو شارع فيها من الكلاب الضالة التي تزايدت أعدادها بشكل ملفت وضلوعها في مهاجمة مئات الآلاف من الأشخاص وعقرهم، ليصل إجمالي ضحاياها سنويا إلى نحو 400 ألف شخص. وقدر تقرير حيث حديث لجمعية الرفق بالحيوان عدد الكلاب الضالة بالشوارع بنحو 15 مليون. وكشف تقرير نشرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية العام الماضي، كشف خطورة انتشار هذه الكلاب في الشوارع دون ضابط أو رابط، حيث أشارت إلى ارتفاع عدد حالات الاعتداء بالعض على أشخاص خلال الأربعة أعوام الماضية ليصل إلى 1,392,000 حالة بإجمالي 231 حالة وفاة خلال السنوات القليلة الماضية. في اليمن توفر الحرب والمجاعة والأوبئة حالات الانفلات والفوضى توفر أرضية خصبة للكلاب الضالة للتناسل والتكاثر، ما يشكل خطرا إضافيا على المجتمع اليمني. لا توجد إحصائيات دقيقة، لكن بعض المصادر تقدر أعدادها بنحو 80 ألفا. ومنذ عام 2017 تعرض أكثر من 10,000 شخص في 11 محافظة لاعتداءات من كلاب سائبة، مما تسبب في وفاة 49 شخصا وفق مديرية البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلاب التابعة لوزارة الصحة والسكان. هذا وكشف المستشفى الجمهوري بصنعاء أن عدد المصابين بعقر كلاب تزايد مؤخرا، حيث يصل قرابة 50 شخصا إلى القسم يوميا بالعاصمة صنعاء فقط. هذا إضافة إلى عجز العديد من المتضررين في توفير قيمة مصل العلاج الذي يصل سعره بالسوق إلى حوالي 10 دولارات. في لبنان لا توجد إحصائيات عن أعداد الكلاب الضالة المنتشرة في البلاد، إلا أن وزارة الصحة حذرت من أن هذا الأمر بدأ يلقي بثقله على القطاع الصحي في البلاد، إذ تظهر أرقام العام 2017 استنفاد 5,000 لقاح و500 مصل من الوزارة، ما يشير إلى أن أعداد الكلاب الضالة في ازدياد في شوارع واحدة من أهم الدول العربية التي كانت تعرف بجذبها السياحي. مشاهدينا، ينضم إلينا من بيروت حسين حمزة وهو ناشط في مجال حقوق الحيوان أيضا ليحدثنا عن هذا الوضع. أهلا بك حسين. يعني كنا نتحدث عن الوضع في مصر وهذه الأرقام، إحصائيات غير رسمية تتحدث عن 20-15 مليون انتشار هذه الكلاب، وفي السنوات القادمة سيكون العدد أكبر. كيف هو الوضع في لبنان، وخاصة عندما نتحدث عن تسجيل حالات وحوادث وأيضا
حالة وفيات يمكن حدثت في 2017 لإلياس نفع. يسعد مساك. مرسي كتير على استضافتي و... أهلا بك. مرسي لأنه ضويتوا على الموضوع. أنا بتأسف أنه على طول يعني بضوع موضوع الكلاب عدة عالم، ما بضوع موضوع قدي في عالم عم تسمم كلاب، قدي في عالم عم تقوس، قدي في عالم عم بتبيدهم عم بكرت أبيهم، هيدا شيء حرام كمان. أنت الكلب بعض لما بيكون جوعان بيتعرض للأذى، بيتعرض للعنف، بيتعرض للكره، مخلوق مسير ما عنده عقل، ليه بدنا نكرهه بالطريقة؟ الله أمره يعيش معنا وما بده يعيش بيطلع على المريخ. لكن لما أنت عندك كلب أليف عم تكبه على الطريق. لكن حسين إذا كانت أعدادهم كبيرة وبتشكل بعض المشاكل وهناك بعض الحوادث وهناك حتى أرقام، يعني كما في مصر تم تسجيل حوالي 400 ألف أو أكثر من 400 ألف حادثة، ما هو الحلول؟ ما الذي يجب أن تفعله؟ هناك تقصير من قبل الدولة في هذا الملف، ما هو الموقف، موقفك أنت من حملات القتل والتسميم، وخاصة بأنه موضوع التسميم له خلل بيئي أيضا وأضرار كبيرة. مظبوط. طبعاً الإنسان حمل أماني من ربنا بكل المخلوقات الموجودة على الكرة الأرضية. الكلاب أماني بإيد الإنسان، بدهم ينخصوا، ممنوع يتكاثروا على الطرقات، عم بيتعرض للسم، للقتل، للأذى، يمكن يعض، يمكن يسبب حادث للسيارة. مفروض خاصي، مفروض وعي من نبلش من رجال الدين للبلديات للمدارس لنخفف من أعدائهم. لازم ينخصوا الكلاب، لازم بكل ضيعة بكل بلدية وما كان بكل الدول اللي فيها كلاب شاردة لازم يكون في توعي من البلديات للعالم. كل إنسان عنده كلب أو بسينة لازم يخصيهم بالقوة. لكن عملية مشال حدا يبيع مثلا يخلف ويبيع، مع أني أنا ضد البيع. لكن حتى عملية الخصية يعني يقول بأن هناك مشاكل كبيرة، وعملية إمساكهم وعملية تتطلب مواد وتتطلب عمل كبير، تتطلب مراكز، كل شيء. تقبرني كل شيء بدك تبلش تحط إجرك على الطريق الصحيح، بدك تبلش من الصفر وكل شيء بينحل. كل شيء بينحل، مهم تبلش من الصفر. الخاصي منبلش شوي شوي ببلش يعني تنزل أعدادهم بالبيت بالبيوت، بينجبروا اللي عنده إنتاي بده يصير غصب عنه، ممنوع يخلف ويكب على الطرقات. غير موضوع الخاصي، شو البدائل المطروحة؟ وغير موضوع حتى القتل أيضا، وبرأيك كيف يعني ممكن هناك تتم معالجة هذه المشكلة؟ طبعني إذا ما خصينا حتزيد الأعداد أكثر. الحل بالأساس هو بمحبة هذه المخلوقات، بأنه نقتنع هولي الله خلقهم ليعيشوا معنا. مثل ما قلت لك حملنا أماني، نحن فينا نخليهم يتزوجوا أو لا. يعني المشكلة أنه لما إنسان عم بيكب حيوان على الطريق عم بيعاقبوا الحيوان مش عم بيعاقبوا الإنسان، هيدا جهل وضلال. لازم نقتنع أنه هولي بدهم يعيشوا معنا، ما لهم مطرح غير معنا. الكلب حيوان اجتماعي أليف مبرمج من رب العالمين ليعيش مع الإنسان، عقله مبرمج. هلأ إذا بتحطه بآخر الدنيا بيرجع بيجي لحد البيوت، بيجي على صوت الإنسان لأنه بيتونس بصوت الإنسان. حتى منه مأمور من ربنا يتصيد بالبرية، هو مفروض بس بيطيع الإنسان والإنسان بده يطعمه. إذا أنت بدك تتركهم بالطرقات إجباري بدهم يزيدوا، إجباري بدك تكسر أعدادهم، وإجباري في عالم بدك تعرض للعض لأنه هيدا بالنهاية بده يجوع. بعدين يمكن بالبرية يلقط شيء فيروس ويجي يعدي كلب تاني، كلب تاني يمكن يكون مملوك، يمكن يعدي صاحبه، يمكن يعد إنسان مارئ. يعني نحن عم نسبب لهم بهاي الفوضى، ونحن عم نسبب لهم بالتشرد تبعهم. يعني أقل شيء قبل ما نوعي على القتل والسمع، خلينا نوعي أولادنا يحطوا لهم أكل، يحطوا لهم ماء، وشوف كيف بيتحولوا بيرجعوا لحيوانات أليفة. لأنه عن جد الحرام اللي نحن عم نعمل فيهم. بس بدي ضوي على شغلي خي العزيز، كل بلاد اللي فيها اضطهاد لهيدا المخلوق فيها حرب وفيها دمار وفيها زبالة وفيها جهل. نعم حسين، لكن الله شو عم بيعمل فينا؟ هو مخلوقات يعني هناك حتى بلاد حسين يوجد فيها استقرار أمني وسياسي وكل شيء وفيها مشاكل كبيرة. على كل حسين حمزة ناشط في مجال حقوق الحيوان، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك حسين.